بونسوار. الطقس المتقلب مكفى معنا لبكره الاربعاء، رح نعرف تفاصيل اكثر بعد شوي. من صوره البيت التراثي اللي عم نشوفه اللي هو موضوع الصوره الشمسيه لشهر ايار، رح نروح لاخبار الطقس ببعض الدول العربيه ونشوف كيف عم بيكون درجات الحراره. ببلش من الرباط 24 درجه، تونس 27، 29 بالقاهره، دمشق 27، بغداد 41، 29 بالقدس، المنامه 33، الكويت والدوحه 39 درجه، اما الرياض 38. برجع على لبنان اللي طقسه لبكره الاربعاء عم بيكون متقلب مع حراره على الساحل بتوصل اقصاها لل 27 ادناها لل 15 درجه مع احتمال لامطار، بيقوى هالاحتمال بالجبل والداخل مع حراره بتستقر على ال 24 درجه. هلا رح نروح على الخريطه لنشوف كيف عم تكون الحراره ببعض المناطق اللبنانيه. ببلش من عكار 26، 27 بطرابلس، القرش 16، 26 بالكوره، بنزل على الهرمل مع 27 درجه، 25 بالقاع، 26 ببعلبك، رياق 25، كفي على جبال مع 27 درجة، فريا 21، 28 بجونيو وعبدا، بيروت كمان 28، مكفى معنا انخفاض الحرارة، زحلة عم توصل الحرارة فيها لل 24 درجة، 23 بشتورة، 25 بعنجر، مشغرة 27 مع احتمال لأمطار متفرقة، جزين 26، 29 برشية، مرجعيون 28، 27 بمنت جبال، وبيختم بالمناطق الجنوبية مع صيدا 27 وصور وقانا 28 درجة. كيف عم بكفي الطقس الاربعاء الخميس والجمعه؟ بكره الاربعاء الطقس غائم جزئيا مع حراره بتوصل اقصاها ل 28 ادناها ل 18، 67% رطوبه وسرعه الرياح 18 كيلومتر بالساعه، احتمال لامطار خاصه بالجبل والداخل. مكفى معنا الطقس المتقلب للخميس والجمعه مع استقرار بالحراره على 22 درجه. مكفى معنا الضباب فوق الجبال. لهون بتخلص النشره الجويه، بعثوا لنا صوركم على انستغرام وعلى فيوتشر تي في ابلكيشن، وانا بشوفكم بغير نهار وبغير طقس بس اكيد بنفس الوقت.